الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستية المتكامل للحاويات. رئيس الوزراء يؤكد حرص دولة على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها. بعد سقوط مسيرة أمريكية، تحذيرات من موسكو وواشنطن من خطر اندلاع مواجهات مباشرة. الثالثة عصرا بالقاهرة الواحدة بالتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع نانسي نور. أهلا بك لما مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمية في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها وخبرات فنية وإدارية متميزة، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات الذي يعد أكبر ممر لوجستي متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية بحضور عدد من المسؤولين، حيث يأتي هذا اللقاء في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون على إنشاء وإدارة والتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بمينائي السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1,600,000,000 دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى 5,000,000 حاوية مكافئة سنويا، ما يمثل زيادة بمقدار 50% من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات. وخلال الاجتماع عبر الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال يهدف لتعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنى الأساسية سواء على مستوى الموانئ البحرية أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التي تربط بينهما، وخاصة القطار الكهربائي السريع، بما يحقق التواصل في مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى التنامي الإيجابي في مستوى المرافق والخدمات، وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر في المجالات كافة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مشروع شركة كادمار انترناشونال للنقل الدولي واللوجستيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعد المشروع منصة لوجستية لتداول الحاويات والبضائع والسيارات وتجهيز البضائع للتصدير، وكذا منصة مخصصة للصناعات الغذائية بغرض التصدير بإجمالية تكلفة استثمارية 20 مليون دولار على مرحلتين، حيث يمثل المشروع منصة متخصصة تعمل كوسيط بين الموانئ البحرية والجوية والأسواق المحلية ومناطق التوزيع والمناطق الصناعية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. وخلال جولته بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز اللوجستي لشركة مرسيدس بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يعد أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بوجودها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيدا لطرحها في السوق المحلية. شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح مشروع شركة إيجيبت فانيانغ لطباعة وصباغة المنسوجات، أحد مصانع المنطقة الصناعية اللوجستية دمصر،
وأوضح مسؤولو المصنع أنه أقيم بتكلفة استثمارية بلغت نحو 60 مليون دولار، حيث يستهدف إنتاج أقمشة الملابس والبطاطين والمفروشات المنزلية، مضيفين أن المشروع يمكنه أن يحقق بعد اكتمال مراحله الثلاث حجم إنتاج 30 ألف طن سنويا بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 150 مليون دولار سنويا. في سياق متصل، تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصنع شركة مايديا للغسالات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر، واستمع مدبولي إلى شرح من مسؤولي المصنع الذي يختص بتصنيع وإنتاج غسالات الأطباق بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنويا، مؤكدين أنه يعد الأول في تخصصه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. هذا ويتم توجيه 80% من الإنتاج للتصدير للأسواق الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول أفريقيا. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع مجموعة هانغ تونغ أوبتيك إلكتريك مصر للألياف الضوئية، الذي يعد أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين. تعد منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين هي منطقة متكاملة باستثمارات صينية، يصل عدد الشركات التي تعمل بها 137 شركة. يذكر أيضا أن تيدا مصر تستعد لاستقطاب صناعات عديدة أخرى خلال الفترة المقبلة باستثمارات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كذلك افتتاح خط الانتاج الجديد بمصنع شركة جوتشي مصر لصناعة الفايبر جلاس داخل نطاق منطقة تيدا مصر الصينية. هذا وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جوتشي الصينية ووبن أنه بإطلاق خط الانتاج الجديد للألياف الزجاجية فايبر جلاس يعد المصنع الرابع عالميا في انتاج الفايبر جلاس، وينطلق بمنتجاته من مصر من داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الأسواق الخارجية عبر موانئ الهيئة. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع شركة أتيكو فارما إيجيبت للأدوية خلال جولته بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المشروع يختص بصناعة المحاليل الطبية الوريدية والأدوية ذات التقنية العالية، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية. شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح المعامل المركزية الجديدة بميناء العين السخنة. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المعامل المركزية الجديدة تسهم في إحداث نقلة نوعية بالموانئ المصرية في سرعة الإفراج النهائي عن الواردات بما يتماشى مع المعدلات العالمية. هذا وتفقد رئيس الوزراء ومرافقو مبنى المعامل الصناعية بفرع العين السخنة التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن إنشاء المعامل الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنشاء معامل مركزية في كافة الموانئ الرئيسية لتيسير خدمات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة الخارجية. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، وأكد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة بنية أن المصنع يعد أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أنه حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي. وأفاد الرئيس التنفيذي للمصنع بأنه من المخطط أن يغطي المصنع احتياجات مصر من كابلات الألياف الضوئية ويصدر إلى دول المنطقة، ما يساهم في تحقيق خطة دولة في زيادة الصادرات ودعم التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.
هذا وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مصر لديها إمكانيات واعدة لتكون دولة اقتصادية عظيمة. أكد أيضا أن مصر لديها الموارد الكبيرة وعدد السكان بما يمكنها لتكون أمة وبلدا اقتصاديا عظيما. وفي إطار مبادرة كلنا واحد وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهل شمال سيناء، كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وترخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية للطلبة. ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا أهالي نفسنا يحتاجوا مننا إن احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، فاحنا جينا النهارده متواجدين معاهم. عملنا معرض كبير جدا لمبادرة كلنا واحد، المعرض متواجد فيه أكثر من 500 طن مواد غذائية من السكر والأرز والدقيق والزيوت وجميع ويميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. أنا حابة أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة، وأحب أشكر الجيش والشرطة إن هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة، ودلوقتي العريش بقت أحسن من الأول بكتير. ما فيش خوف، ما فيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحده، جيش والشرطه كلنا واحد موجوده في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والاسعار كويسه وحلوه احسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سياده الرئيس على مبادره كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا. ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الاسعار والدنيا حلوه. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزاره الداخليه، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافس أمان خدمت شمال سيناء تمام بأقل الأسعار، ومنافس جميلة وبأسعار كويسة جدا جدا جدا. تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات. أنا اتفاجأت والله بها النهاردة وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي، إن هي دي بقى متنقلة في كل مكان، ودي هتسهل على ناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة عائلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاية عشان أعمل بطاقة عائلية. شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد
والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله المصر. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا، عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهاردة في أمان وفي خير وفي كل حاجة متوفرة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة دي، يعني بترفع ناس كثيرة خصوصا إن احنا داخلين على رمضان. في إيدين تحمي وإيدين تبني، وإيدين صنعت وإيدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي المصرية وياما فرعت. تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهاردة قوم الضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو بوهندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2-3-4 وأهلهم بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما، دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة. ماما وبابا بيأملوني عشان دلوقتي بقى خلاص في أمان، بقيت أنزل أشتري أي حاجة لوحدي، بقيت دلوقتي أروح المدرسة لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في أمان في العريش. بنعرف أطفالنا إنه يعني إيه الشهيد، يعني إيه التضحية اللي هو عملها، بنعرفهم بأسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله. في تضحيات تمت من الدولة، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي سارة، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارة، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجة لك. كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان، يعني الأول ما كناش بنطلع ولا بنجيب أي حاجة ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا أحسن من الأول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعة، بنمارس حياتنا الطبيعية بشكل مستقر، وحاسين بالأمان عن زمان كتير قوي. تعود الحياة إلى طبيعتها وسيرتها الأولى. الخدمات تقدم بصورة ميسرة، بخاصة الخدمات الشرطية الجماهيرية، حيث أثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال. وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد.
مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد شاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنى التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة، كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشيرا على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري. شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي First Genome Day احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ويعد مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، ويعد طفرة علمية هائلة لرسم خريطة جينية مرجعية لعلاج الأمراض المختلفة. شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي First Genome Day احتفالاً بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة اليومينا العالمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مؤكداً أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة. كما أشار الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة، منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم، ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر. وألقى الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كلمة أشار خلالها إلى أن مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، كما يهدف أيضاً لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية. حضر فعاليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة. تتواصل فعاليات مبادرة وطن واحد تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية في جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي وسط تفاعل كبير من الأهالي. هذا وانتقلت المبادرة لعدد من التجمعات البدوية في جنوب سيناء، حيث تم توزيع ألاف الأطنان من المواد الغذائية على سكان تلك القرى، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات والاستشارات الصحية من خلال القافلة الصحية التابعة للمبادرة.
للمزيد من المتابعة والتفاصيل بينضم إلينا من جنوب سيناء مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض أرحب بك، وأيضا دعني أبدأ معك بمستجدات مبادرة وطن واحد في جنوب سيناء لليوم، تفضل. نانسي تحياتي لك وللزميلة لما، أنت كنت معي بالأمس حيث كنا في أكثر من موقع هنا في جنوب سيناء نتابع لحظة بلحظة وعن كسب وعن قرب هذه المبادرة وطن واحد، والتي تتضافر أيضا جهود هذه المبادرة مع مبادرات وطنية متعددة أهمها سيشهده العالم غدا إن شاء الله، هي المبادرة الاجتماعية الأكبر والأضخم في العالم العربي وفي مصر بطبيعة الحال، مبادرة كتف بكتف، وكانت بداياتها وخطواتها الأولى هنا من جنوب سيناء في الأسبوع الماضي. أما إذا عدنا إلى هذه المبادرة التي نحن بصددها والتي نتابعها فريق إكسترا نيوز في كل نقطة يصلون إليها فيها، هناك حالة ترحاب للغاية. هذه المبادرة وطن واحد التي تعتمد على محورين هامين. المحور الأول هو تقديم الدعم الذي له علاقة بالوحدات الصحية من خلال فريق صحي متكامل في تخصصات متعددة، ويرافق هذا الفريق كذلك سيارات معبأة بالأدوية من كل أنواع أدوية مختلفة للتعامل مع أي إشكالية مرضية من خلال الكشف المجاني الذي يتم في عدد كبير من المستشفيات. وأنا معك على الهواء الآن ننسي في قلب مدينة دهب، هذه المدينة الرائعة الهادئة، هناك نشاط مكثف من هؤلاء الشباب وهم بالعشرات متطوعين حضروا من القاهرة ومن مستشفيات متعددة ربما أهمها السويس والإسماعيلية ليرافقوا هذه القافلة يقدم هذه الخدمة لأهلهم وزويهم هنا في جنوب سيناء. اليوم سيغادرون لكن هناك موعدا ضرب يوم الأحد القادم سينتقلون إلى مكان آخر. المعلومات الأولية تتحدث عن أن المحطة القادمة ستكون في مدينة الإسماعيلية. في هذا التوقيت هناك زميلي كريم رجب في شمال سيناء، حيث أيضا هذه المبادرة بلون آخر وشكل مختلف في شمال سيناء، وأيضا هناك في أقصى الجنوب حيث أسوان تنطلق نفس هذه المبادرة بنفس هذه الأهداف. ومجتمع القبائل والعائلات لم يعد مهمشا في مصر بفعل هذا التجمع المهم للغاية الذي يعني يؤدي دور مهم للغاية في كل أنحاء مصر وتحديدا في المناطق التي نتحدث عنها مثل الشمال وجنوب سيناء، حيث كانت يوما بعيدا عن كانت تسمى بالأطراف أو بعيدا عن العاصمة، لكن الآن ما عادت كذلك. هناك محاور متعددة، نتحدث عن 5 أنفاق تربط الدلتا بسيناء بعدما كانت هناك بعد وفتور جغرافي إنجاز التعبير ما بين الدلتا وما بين سيناء. التقينا اليوم ننسي مع كبار الأعيان وشخوص عظيمة هنا يقدرها المجتمع القبلي في شمال وجنوب سيناء الذين رافقوا هذه الرحلة وأثنوا على هذه الخطوات التي تعمل عليها الدولة المصرية، خاصة ما هو معني برؤية الدولة المصرية للتنمية والتي كان أعلن عليها من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح أن هناك محاور متعددة للتنمية في الشمال وفي الجنوب، لكن يبقى المحور الرئيسي لأي مشروع تنموي في العالم هو البشر، هو الإنسان، وبالتالي كانت هذه المبادرة التي أطلقت اليوم لتقديم كل صور الدعم إلى الأهالي هنا في جنوب سيناء. على كل حال في الخدمات الإخبارية القديمة سننتقل إلى نقطة أخرى لنتابع عن كثب رد فعل المواطنين هنا حول هذه المبادرة وطن واحد. عودة إليك نانسي وتحياتي للم. في انتظارك عوض. عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من جنوب سيناء، شكرا جزيلا لك. كما انطلقت في محافظة شمال سيناء مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصرية. تستهدف القافلة توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان، هذا فضلا عن إطلاق قوافل طبية في مختلف التخصصات. للمزيد من المتابعة نذهب إلى العريش وتحديدا مع مراسل إكسترا نيوز كريم رجب ليطلعنا على تفاصيل أكثر حول وطن واحد أو مبادرة وطن واحد. كريم كنت معك يعني في الخدمة الإخبارية السابقة وتحدثت لنا عن آخر ما يجري على الأرض من خلال مبادرة وطن واحد، يعني فما الجديد في هذه الساعة؟
نعم لم يعني ما زالت القافلة هنا تستمر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. هذه المبادرة مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام. هذه المبادرة يعني بها عدد كبير من كراتين المواد الغذائية يتم توزيعها على سكان محافظة شمال سيناء، وهذه القوافل أو القافلة ستذهب إلى كل شبر هنا في مدينة أو في محافظة شمال سيناء، سواء كان هنا اليوم في مدينة العريش وغدا في الشيخ زويد وبعد غد في مدينة بئر العبد. كل هذه الأماكن سيتم تغطيتها من خلال هذه القافلة. ولكن هناك دور كبير يلعبه مجلس القبائل والعائلات المصرية سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء مع المهندس محمد درغام رئيس الأمانة الاقتصادية لمجلس القبائل والعائلات المصرية. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس. ويعني هناك دور كبير بيلعبه المجلس في هذه القافلة وأيضا إطلاق العديد من القوافل الأخرى التي تستهدف الشق الطبي وأيضا الشق الاقتصادي. طبعا احنا الحمد لله بالنسبة لمجلس القبائل العربية عندنا رؤية وعندنا خطط ان احنا ندعم في موضوع القوافل الطبية، والنهاردة في قافلة طبية في جميع التخصصات والأطراف الصناعية وجميع التخصصات المطلوبة في مستشفى العريش العام، وبكرة إن شاء الله في مستشفى الشيخ زويد، ويوم السبت في مستشفى بئر العبد، بالإضافة طبعا للدعم الغذائي. إحنا داعمين برضو بحملة مع التنسيق مع بنك الطعام بخمس تلاف كرتونة، وبرضو داعمين بحوالي 150 بير. يعني حضرتك إحنا كل شغلنا ان احنا بنحاول نوصل الرسالة للمواطن البسيط او الاكثر احتياجا في ان هو يوصل يعني نساعد سياسة الدولة في الرؤية اللي هي التكافل الاجتماعي. يعني سيناء لها طبيعة مختلفة، كيف يتم التنسيق بين الجهات المختلفة حتى يتم يعني ايصال هذه المساعدات والوصول ايضا الى التنمية المنشودة في ارض سيناء؟ بصراحة احنا معانا كل الدعم من القيادة السياسية بخصوص تسهيل ونقل واللوجيستي بتاع المحافظة كله. بصراحة يعني كل التسهيل احنا شايفينه وكل التنسيق ما فيش عندنا اي عقبات خالص نهائي. يمكن سيادتك شفت القافلة امبارح مثلا التنسيق تمام والإقامة تمام. لا احنا الحتة دي عديناها خلاص. يعني محافظة شمال سيناء يعتبر حضرتك يمكن من الناس اللي اخر زيارة ليك دلوقتي عدت حتة يعني في سيولة في الدخول والخروج، في سيستم خلاص، في سيستم يعني سهل لكل المواطنين. يعني بالنسبة للمشروعات الاقتصادية، يعني هناك أيضا شق اقتصادي معني به مجلس القبائل والعائلات المصرية وأيضا معني به مبادرات وطن واحد، لو تحدثنا عن هذا الشق. احنا عندنا رؤية في المجلس، رؤية اقتصادية واضحة إن شاء الله وهتبدأ تتنفذ، وبدأت يعني بدأنا نعمل دراسات بتاعتها. رؤية اقتصادية بتشمل كل مصر، يعني احنا المجلس معانا كل محافظات الجمهورية، وداخلين بقى يعني بطرق خارج الصندوق، يعني بنحل المشاكل الاقتصادية خارج الصندوق. كل محافظة ليها طبيعتها وكل محافظة عندها مقوماتها الاقتصادية مختلفة عن التانية، فاحنا بنحاول ان احنا يعني نوصل للسيستم كل محافظة ان شاء الله. عندنا رؤية بالنسبة لمثلا المشاريع القومية، عندنا مشروع قومي زراعة 100 مليون شجرة زيتون، ده حاليا الحمد لله يعني يعتبر خلاص في الانطلاقة، هو بدأ فعلا بجهود شعبية هنا في المحافظة. كان ليه المجلس كان ليه دور بتوزيع 250 ألف شتلة زيتون من حوالي شهرين. المرحلة اللي جاية مرحلة الدولة في تنسيق، المشروع القومي بتاعنا هو اللي جاي مشروع الزيتون، بالإضافة للصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة، لأن ده موضوع طبعا احنا مديله اهتمام كبير قوي بالتنسيق مع جهات الوزارات المعنية. ما هو الانطباع الذي لمستوه من المواطنين هنا في مدينة العريش وكذلك المدن الأخرى في محافظة شمال سيناء من خلال يعني توصيل الدعم المختلف سواء كان غذائي أو اقتصادي أو حتى طبي؟ هو حضرتك مجلس القبائل والعائلات المصرية المفروض أنه ده بيضم كل القبائل وكل عائلات مصر، يعني بمعنى أنه هو من نفس النسيج الوطني، وإحنا بنلعب على إيه؟ بنلعب على أنه في تكافل اجتماعي بيننا وبين بعض وفي ترابط اجتماعي، فبنشتغل على في بيننا وبين المواطن طرق مختلفة عن أي أنظمة تانية. يعني إحنا عندنا بنحاول نوصل بالضبط كده، بالضبط كده. تمام. بالنسبة لل يعني بعد يعني غدا سيكون هناك زيارة لمدينة الشيخ زويد، ماذا سيتم هناك؟
ان شاء الله احنا بكره ميعادنا الصبح الساعه 9 الصبح في مستشفى الشيخ زويد العام، القافله بكامل قواها بكامل تخصصاتها، عمليات كشف كل حاجه باذن الله بكره يوم كامل في الشيخ زويد. شكرا جزيلا المهندس محمد درغام رئيس الأمانة الاقتصادية بمجلس القبائل والعائلات المصرية. إذا هناك يعني مبادرات متعددة، سواء كانت مبادرة وطن واحد كتف بكتف، هذه المبادرات المختلفة بتعددها وتعدد مسمياتها هي يعني بتستهدف في المقام الأول المواطن المصري، ولا سيما أيضا هنا في المحافظات الحدودية، هذه المحافظات التي هي في بؤرة اهتمامات القيادة السياسية. وأيضا هناك يعني العديد من العمليات التي سيتم إجراءها خلال هذا اليوم، ولا سيما أيضا العمليات الخاصة بالأطراف الصناعية، وهذا أيضا متوفر هنا في هذه المبادرة. إليك لما مرة أخرى. سنتابع معك كريم يعني كل جديد من خلال هذه المبادرة وغيرها كما ذكرت من العريش تحديدا، مراسل أكسترا نيوز كريم رجب. شكرا كريم. هذا وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غدا احتفالية جماهيرية كبرى يشارك بها أكثر من 60,000 متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة كتف في كتف، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في احتفالية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف ويشارك بها كافة مؤسساته، والتي بلغت 33 كيانا تنمويا يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. يأتي ذلك ضمن مبادرة كتف في كتف، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقدم نموذجا جديدا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري قدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطي كافة محافظات مصر، فضلا عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين بمشاركة متطوعي التحالف الوطني في كافة ربوع الجمهورية. ومع انطلاق فعاليات المبادرة في استاد القاهرة، تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطني للإعلان عن إشارة البدء في تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا، والتأكيد أيضا على أن المصريين دائما كتف في كتف. تعد مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل أنحاء الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. نتابع مزيد في العرض التالي مع زميل كريم حاتم. أهلا بكم. تنطلق احتفالية مبادرة كتف في كتف، والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، حيث تهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. تستهدف مبادرة كتف في كتف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً. تعد مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى كل المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى اختلاف مكوناتها، وقد تم ذلك من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى التحالف، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل ومنع ازدواجية المنفعة. جاء مسمى كتف في كتف من خلال الشعور بالمسؤولية من كل المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض، إذ إن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص. فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة كتف في كتف
اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها مع عدم تكرار المساعدات للمناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة، حيث انطلقت أولى فعاليات المبادرة في العاشر من مارس ب16 محافظة. ووفقا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبلغ عدد المستفيدين نحو 25 مليون مواطن. ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسعى الأكثر استحقاقا من دون استثناء في السنوات القادمة. مشاهدينا، لقد زادت فعالية العمل الأهلي بفضل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فلم يعد العمل الخيري مقتصرا على تقديم المساعدات العينية المباشرة، بل امتد أيضا إلى توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. شكرا لطيب المتابعة. هذا وتنطلق احتفالية مبادرة كتف في كتف في حضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل التنموي. المزيد في سياق العرض. شاركت مؤسسة صنع الخير ومؤسسة الحياة تحت مظلة التحالف الوطني بالتجمع الخامس في تعبئة ما يقرب من 1000 كرتونة مواد تموينية لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان، وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى المحافظات المختلفة، وذلك ضمن مبادرة كتف في كتف والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس السيسي. بهدف توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شاركت مؤسسة صناع الخير ومؤسسة الحياة تحت مظلة التحالف الوطني بالتجمع الخامس لتعبئة أكثر من 1000 كرتونة وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة كتف بكتف. التحالف الوطني عامل منظومة جميلة جدا لرعاية مواطنين الشعب المصري، حوالي 4 مليون كرتونة. ال 4 مليون كرتونة دول رايحين ل 4 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بيتوزعوا في كافة المحافظات. المؤسسات متجمعة تحت مظلة واحدة، لأن التحالف الوطني عنده قاعدة بيانات جميع مواطنين مصر. أو احنا النهاردة في إطار مشاركة مجتمعية بنقوم مع مؤسسة صناع الخير في تجهيز وتوزيع 1300 كرتونة تحتوي على حوالي 20 كيلو مواد تموينية، سيتم توزيعها للأسر الأكثر فقرا والمرأة الأولى بالرعاية والأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني. وإن شاء الله اللي بنعتزم إن في الموسم ده يتم توزيع 4 مليون كرتونة على 4 مليون أسرة من الأسر والقرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية. تم عمل خطة للتوزيع تشمل بداتا ومعلومات عن حالات الأسر وعن قرى، وخطة توزيع بأسطول مكون من سيارات تحمل توصيل الكرتونة لحد باب المنزل.
ساهم العديد من الشباب المتطوع في عملية التعبئة والتوزيع لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق أمنهم الغذائي، ومد العون للطبقات الكادحة في تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم. أنا جيت النهاردة عشان نعمل كراتين رمضان ونساعد الناس، وطبعاً ده خير، وأي حد طبعاً يتمنى أنه يكون موجود النهاردة في حاجة زي كده ويشارك في حاجة زي دي، وبس بصراحة حاجة حلوة جدا، والناس هنا كلها بجد بتساعدنا في كل حاجة، واي حاجة عايزينها بنعملها، فبصراحة تحفة. كنا جايين النهاردة عشان نعبي الكراتين دي، عشان النهاردة عايزين ان احنا نخلص قبل رمضان ونوزع على الأسر وكده قبل ما نبدأ شهر رمضان. المبادرة تعد نموذجا جديدا للتكافل بين أبناء مصر استعدادا للشهر الكريم، بغرض توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. ريهام فيكتور، إكسترا نيوز. هذا ويواصل معرض أهلا رمضان في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر استقبال المواطنين بخصومات تصل لأكثر من 30% وجودة كبيرة. يضم المعرض أكثر من 400 جناح لكل السلع التي يحتاجها المواطن، وذلك قبيل انطلاق شهر رمضان الكريم. بخصومات تصل لأكثر من 30% وجودة تنافسية، يستقبل معرض أهلا رمضان بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر المواطنين، والذي يضم أكثر من 400 جناح لكل السلع الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطن قبيل انطلاق شهر رمضان الكريم. معرض رمضان بنستناه كل سنة بصراحة، الفترة دي بتفتح في شهر 3 كده، بيبقى بننتظر المعرض يفتح، لأن في حاجات كتيرة جدا موجودة في المعرض بتوفر ان احنا مثلا بدل ما نروح كذا مكان نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها، فالمكان مجمع كل اللي احتياجاتنا الشخصيه والملابس والاكل والشرب، وباسعار جميله جدا. يعني احنا اشترينا بصراحه الرز، وكان في حاجات كتير حلوه، بس احنا يعني الاول دخلنا على الرز، والخضار كان كويس جدا واسعاره كانت كويسه، ولسه كنا بنكمل شراء، وكنا بنجيب هنا كيكه عشان احنا بنشتغل بيها يعني، وجبنا دقيق ومكرونه. في كل حاجه، في مواد غذائيه وفي مفروشات وفي لحوم، في كل حاجه هنا يعني. الاسعار كويسه جدا عن بره، بره الاسعار غاليه، هنا الاسعار بتفرق. عاملين عروض، كل الشركات عامله عروض، والمعرض زي الفل يعني، جميل الحمد لله يعني. المعرض يفتح أبوابه حتى 21 من مارس الجاري، من 10 صباحا وحتى 10 مساء. حاجة جميلة ممتازة يعني، وسعرها كويس عن بره بكتير صراحة يعني. جبت زيت وجبت سكر وجبت رز، بس ده اللي أنا جبته، ومكرونة، والأسعار ممتازة. الأسعار كويسة، وكل حاجة احنا محتاجينها بنلاقيها ما شاء الله يعني. ما شاء الله في إقبال حتى على المعرض، خاصة على مرحب رمضان، في إقبال شديد ما شاء الله، وأنا شايف إن كل حاجة متوفرة يعني ما شاء الله يعني. حاجة كويسة ممتازة، وكفكره اساسا يعني في دخول رمضان حاجه فكره ممتازه ما شاء الله يعني. لقيت هنا حاجات كتيره جدا بصراحه، والاسعار هنا احسن من بره بكتير جدا بصراحه والله العظيم يعني. انا اشتريت حاجات، كميه حاجات هنا بصراحه غير طبيعيه والله يعني، والدنيا هنا جميله جدا والله. معرض اهلا رمضان بتواجد ايضا في 550 مكان اخر بمختلف المحافظات، ليتيح الفرصه للجميع ليحصلوا على هذه السلع المخفضه ذات الجوده العاليه. قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه حرب عقوبات، وذلك في أول خطاب رئيسي يلقيه أمام أقطاب الأعمال منذ إصداره الأمر بنشر عشرات الألاف من قوات بلاده في أوكرانيا العام الماضي. وأضاف بوتين أن روسيا تعيد توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو دول التي لم تستهدفها بالعقوبات، وقدم الشكر لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة الدولة الروسية. هذا وأشار بوتين إلى أن التضخم في روسيا أقل كثيرا من دول موجودة في الاتحاد الأوروبي. حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرجر من خطر اندلاع حرب عالمية بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود نتيجة لتردي الاتصالات بين موسكو وواشنطن، كما رجح تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل اتصالات سيئة لمنع الحوادث العرضية، ولفت إلى أن هذا ما يجسد خشيته الرئيسية.
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن شن هجوم متعمد على طائرة روسية في أجواء محايدة سينظر إليه على أنه إعلان حرب، موضحا أن موسكو لا تسعى إلى مواجهة. وعلق أنتونوف على تهديدات السناتور الأمريكي لينسي جراهام بإسقاط طائرة روسية تقترب من الطائرات الأمريكية في المجال الجوي الدولي بأن بعض دعوات المشرعين تذهب إلى أبعد من المنطق السليم. وهذا ختام مشاهدينا الكرام، وفي تذكير بأبرز العناوين: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لإنشاء محور السخنة دخيل لوجستي المتكامل للحاويات. رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها. بعد سقوط مسيرة أمريكية، تحذيرات من موسكو وواشنطن من خطر اندلاع مواجهات مباشرة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه النشرة يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا لكم على طيب المتابعة، كنا معكم في هذه النشرة لما جبريل ونانسي نور، إلى اللقاء.